بعيد ساعات من الإعلان عن انهيار مفاوضات يرعاها الروس بين النظام السوري والمحاصرين في مدينة درعا البلد جنوبية سوريا، يكثف النظام السوري ضرباته على تلك المناطق. قوات الفرقة الرابعة والميليشيات المساندة لها المتمركزة على تخوم المدينة تمطر المناطق السكنية، لا سيما في محوري المطار وشمالي الخط على أطراف درعا المحطة، بقذائف الهاون وصواريخ فيل وجولان وأرض أرض شديدة الانفجار. سويت الأبنية السكنية أرضا وهدمت مآذن الجوامع بفعل القصف المتواصل. عبثا يحاول النظام التقدم تحت غطاء نيرانه المكثفة، يقول مصدر من داخل درعا البلد ويؤكد تصدي أهالي المنطقة لمحاولات الاقتحام بالأسلحة الخفيفة. محاولات تقول الأنباء القادمة من درعا إنها كلفت النظام عشرات القتلى والجرحى، فيما قتل 6 أشخاص من جراء القصف المتواصل على المدنيين. اللجنة المركزية أصدرت بيانا لاستنهاض الهمم وإعلان النفير العام في باقي مدن المحافظة، فلبت بعض المناطق النداء. في الصنمين ومنطقة سحم الجولان اشتباكات متفرقة خلفت قتلى وجرحى من عناصر النظام، تزامنا مع حرب تتفاوت فيها موازين القوى. يتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المحاصرة، إذ تمنع قوات النظام والميليشيات المرابطة في محيط المدينة دخول المواد الإغاثية والغذائية. يعيش المدنيون حالة من الذعر تخيم على المنطقة بأكملها، وسط صمت دولي مخزن ومريب كما يقول المدنيون.